يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة من برنامج نون برنامج نون نسلط من خلال الضوء على أهم القضايا محط اهتمام العديد من النساء معنا اليوم ضيفة يعني عبرت إلى عالم التصاميم العالمية ومع هذا هي خريجة جامعة الكويت هندسة صناعية نرحب فيك سحر أحمد هلا والله حياك الله معنا الله في الله بداية يعني شلون دخلتي في عالم التصاميم رغم أنك مهندسة؟ في عالم التصميم كانت هوايتي من وانا صغيرة والهندسة الصناعية اللي اخترتها هي هندسة صناعية ونظم إدارية فكنا دراستنا شلون إحنا ندير مشروع فعرفت يوم خذيت هوايتي اني بفتح فيها مشروع طبقت دراست دراستي اللي خذيتها بجامعة الكويت هي هندسة صناعية نعم. آه طبقتها على المشروع مالي عرفتي؟ يعني عشان كذي خلينا نقول ان آه الحمد لله ان المشروع آه قدر انه ينجح، لان الخطوات اللي خذيتها من مجال دراستي. نعم. طيب هل كان عندك داعم يعني ساندك في هذا المجال؟ اكيد طبعا امي الله يحفظها هي الاساس وزوجي وابوي. آه امي عندها مشغل، عرفتي؟ أيه. فالمشغل طيب كان موجود من خلينا نقول من 2016. وجود المشغل هو اللي ساعدني ان يعني أصلاً لما عندك ذكرى إيه؟ نعم طيب يعني عالم التصاميم ما تحسين انه عالم يعني مثل ما تقولين صعب صعب من ناحيه اختيار الخامات خلينا نقول اختيار اللاين شلون قدرتي تلقين نفسك في لاين معين؟ شوفي اول شيء انا جربت لاين الكبار ما لقيت نفسي بهذا اللاين بعدين لما صرت بلاين الاطفال بلشت بلاين الاطفال لما الله رزقني ببناتي اول بنت فاطمه الله يحفظها, الله يحفظها. آه من يعني عرفتي اللي تبين المناسبات عندنا احنا عديده نقول عيد ولا عيد ميلاد وكذا آه صعب كنت الاقي لها بالسوق شيء يناسب ذوقي الاشياء اكثرها مكرره كان صحيح وجود المشغل اساسا عندنا كنت اجرب اخيط لها ويعني حق المناسبات وكذي خواتي واهلي رفيجاتي هم اللي شجعوني بعد قالوا لي ليش ما تفتحين انت يعني اكونت وتبيعين الملابس اللي قاعده ذوقك حلو وتعرفين وكذي فمن كذي بعدها فتحت فتحت الاكونت حق الاطفال طيب هل واجهتي صعوبات يعني هل في كان في عراقيل في هذا اللاين اللي انت اخترتيه؟ اكيد شوفي بكل شيء يعني في تواجهين شويه مشاكل، اكثر المشاكل اللي كنت اواجهها الصراحه هو لما بتين تصممين شغله مو مو بسهوله انك انت يعني في ما يضبط مثلا خلينا نقول الديزاين اللي ابي اللي ما يضبط من اول مره لازم نجرب على كذا خام على خلينا نقول نبدل بالخامات بالالوان يعني حتى مرات تطالعين يعني شفتي هذا الحين الموديل اللي هنا اذكر سويتها على لون عنابي عن كلش مكان يعني ما كان يعني حلو بس ما يأست وقلت انه خلاص راح كملت آآ المشوار اي كملت غيرت اللون طلعت أن اللون وايد حلو وعلى فكره كانوا الموديلين بواحد بعدين فصلتهم خليت انه هذا اللي تحت اي وهذا يعني عرفتي في في صعوبات تصير بس انه يعني قدرتي تتجاوزينها نقدر ان نتجاوزها زين بالنسبه للتصاميم اللي احنا نشوفها يعني انا قاعده الاحظ ان انت وايد تختارين نظام الكشكش هل هذا يعني لاين خاص في سحر نقول أه، لا مو الكشكش الريش الريش تحب الريش اكثر اول تصميم سويته وهو اللي خلانا يعني نشهر <applause> الوانه كانت وريش كان فوشي وبرتغالي كنت مختاره من هذا التصميم وهو اللي اكثر شيء شهر لي يعني الاكونت ووايد كان ملفت هالتصميم وكنت مسويتها من يعني من قبل لا افتح الاكونت سويتها على بنتي الكبيره فاطمه <تصفيق> <تصفيق> بعدين جربته يوم فتحت الاكونت كنت اخ احاتي اقول اخاف موضة راحت وكذي بس بعدين قلت لا يعني اليهال ما في شيء لهم موضة, موضة ولا تمشين عليه، جربته على فرح الصغيره والحمد لله وايد يعني كان مناسب صار الترند هذا <applause> <applause> ممتاز، طيب بالنسبه للهال انا احس انه في بعض الديزاينات يعني الامهات لما لم يروحون يشترون شوي حق عيالهم إيه؟ لاحظ ان في بعض الديزاينات يعني مثلا نقول هذا مثلا غير مريح حق الطفل إيه او شيء كذي، فهل تراعين هالشيء في شغلك اكيد شغلت؟ اكيد اول شيء اجربه على بناتي بناتي بشرتهم حيل حساسه وما يغزز ما خلاص هذا نكنسله حينا. فلازم اختيار الخامات يعني يكون على بشره الطفل لان هذول الاطفال يعني يتحسسون يعني مرات احنا الكبار ما نتحمل عرفتي و... فلازم يعني هم اكثر اكثر تصاميم يعني حق اليهال تكون منفوشه والجيبون احنا نعرف شلون يعني هو اللي قصده وكذي فتحته لازم البطانه يعني البطانه لازم يعني موجوده لازم اي طيب هل عندك تصميم معين قريب لقلبك يعني؟ حقلتش هذا نفنو في الريش نفنو في <applause> 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 طيب انا لاحظت من خلال أكاونتك انت مسويه ديزاين حق بنتك يمكن الله يحفظها هي إيه تحب تايكوندو او شيء كذي اي فاطمه صحيح؟ هي تلعب كيوكشندو ايوه الكيوكشندو قتاليه <applause> عيد ميلادها قالت لي ماما انا ابي على عيد ميلادي يكون على اللعبه اللي العبها كيوكشندو فاخترت واحد يعني شي من التصاميم ان تصميم البدله هي بدله بنطلون وجاكيت حاولت اني ادخل اسوي نفنوف يعني وايد من فوق جيميل. نفس بدلتها وتحت دخلت تور نفنوف منفوش وصدق وايد استانسوا على الديزاين وصار ستايل الياباني بعد اي صحيح أي حتى اذكر انه يعني في مدارس كانوا يطلبون مني يعني حق حاج... شايفه بالحضانات وكذي يسوون الاشياء العالم... يعني يوم العالمي مثلا حق دوله معينه فينطلب في مني هذا النفنوف حق حاج... يعني ستايل الياباني كان حلو حل. طيب بالنسبه لي خلينا نقول اختيارك حق الخامات إيه؟ يعني في ديزاينات يمشي عليها خام معين فعلا في صح. ديزاينات ما يمشي عليها إيه؟ يعني هل تقعدين تجربين كل مره كل خام يعني هذه ما يعتبر خساره لك لت... اكيد اي صح بس انه اذا انا بطلع بنتيجه لازم اجرب لازم وفعلا يعني وهو شوفي الموديل اللي انت تختارين بتسوينه اول شيء يعني اختار الخام على اساس الموديل لأنه في مثلا الموديل خلينا نقول نافش اذا كان نافش في لازم يحتاج لازم خام كذي فاذا بسوي رفلز لازم خامه واقفه طايح راح وتلاقيني اجرب هم مثلا خامه عجبتني اجرب تلاقي ما ما يضبط طاح فارد اسوي خامه ثانيه يعني لازم هذه التجارب اي اكيد طبعا وفيها خساره بس بالنهايه لما تطلعين بنتيجه حلوه تعوض كل هالخساره اي نعم كلامك على متمه نتواصل معاك بعد هذا الفاصل رجعنا معكم مشاهدينا إلى برنامج نون وظيفتنا المهندسة سحر أحمد اللي عبرت إلى العالمية نقول بتصاميمها سحر يعني قبل شوي كنا نتكلم عن التصاميم بالنسبة لتصاميمك هل ترسمينها أول بعدين تطبقينها على أرض الواقع ولا يتيج وحي خيال كذي وتركبين القطع الأثنين طبعاً الرسم لازم شيء اساسي عشان شلون افهم الخياط وكذي بس انا ماني شاطره وايد اقول لك يعني بالرسم وفنانه يعني مو ضروري الفنان اي مو ضروري يعني تكونين فنانه عشان فنانة عشان تكوني مصممه, مصممة يعني في اشياء من الخيال في اشياء بالشرح وكذي وهم يعني الرسم البسيط نقول اي نعم طيب شاركتي في معارض عالميه اي شاركت برا الكويت في العل... يعني بالخليج بقطر تحديدا وشاركت في معارض داخل الكويت طيب اذا اذا يعني مثلا في وحده مصممه تحب تشارك في معارض انت شلون قدرتي تشاركين فيها يعني هل في اعلانات مثلا تقدم في في اعلانات اللي نشوفها بالسوشيال ميديا انه يقدم عليهم وفي هم يكلموني كانوا في بعض الاكونتات تدخل علي تقول لي انه مثلا تحبين تشاركين بمعارض برا يعني خلينا نقول بالخليج او داخل الكويت اذا عجبني يعني واشارك معاهم هل تطمحين سحر الى يعني عمل دورات في عالم التصاميم؟ ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يعني هاي خطتي المستقبليه الجايه إن, شاء الله ان شاء الله وهل لك خطط مستقبليه اخرى نقول؟ اتمنى اني افتح محل او شيء داخل الكويت ان شاء يعني. الله بعدين ان شاء الله بالخليج يعني ان شاء الله آه طيب شنو النصيحه اللي تحبين تقدمينها لناس ناس تحابة تنخرط في نفس مجالك في عالم التصاميم. آه اول شيء انه لا, لا تيأسون ولا تسمعون الكلام السلبي آه ما في شيء مستحيل، يعني حاولي وراح تقدرين بس يبي له شويه طولة بال وصبر. وبس ان شاء الله يعني يقدرون، وأهم شيء أنا بعدها في شيء ثاني نقطة ثانية بالنسبة لي، التعامل مع الزبون. آه الأسلوب وايد يعني تخليك سلسة، سهلة، هذا الشيء وايد يأثر، وايد يخلي أن الزبون مرتاح معك وما يطلب منك مرة لا كم مرة، لأن تعاملك معاه وايد راح يكون أن تعاملك إذا كان زين. خلينا نقول مثلا من اي ناحيه انا اتكلم عن يتي لي مثلا حبيبتي طلع طويل معناها هي غلطانه ترى صحيح. عادي ابدلها اعدل يعني مو نبدل خلينا نقول نعدل على كذي لان احنا اكثر التصاميم على مقاسات مطلوبه من الزباين لكن لا تفصال شقلي بس تعطينهم يعني في في سايز تحط سايزات سايز حاطه صحيح؟ انا لا. وفي بعضهم لما مثلا خلينا نقول البنيه شوي متروسه البنيه قصيره ضعيفه اطول فيكون في تبديل عن السايز شارت حتى لو كان القلق منها احاول اني اكون سهله واتعامل معاها يعني اني ابدل وكذي عرفتي <applause> آه سحر شكرا لتعامل شراقي يعني مع الزباين خصوصا ان الزباين تدرين يعني الاذواق مختلفه والنفسيات ايضا مختلفه آه كلامنا على متمه لكن انت عارفه وقت البرنامج يعني وصلنا لنهايه حلقتنا ونرحب فيك آه مره حبيبتي ثانيه. على اثراء حبيبتي البرنامج حبيبتي حياك الله. الله آه وصلنا معاكم لنهايه البرنامج نلتقي فيكم ان شاء الله في حلقات اخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.